قتيلان جراء استهداف سيارة على طريق جونيا شمالي بيروت. مسيرة أطلقت من لبنان تجتاز مروحية أباتش إسرائيلية فوق خليج حيفا وتتجه نحو هدفها. مسيرة أطلقت من لبنان تستهدف مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومكتب نتنياهو يعلن أنه لم يكن بالمنزل وقت الهجوم. أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ هذه الساعة الإخبارية من الخبر الأبرز في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين على الأقل في غارة إسرائيلية على سيارة في جونيا شمالي العاصمة بيروت في أول هجوم للقوات الإسرائيلية على المنطقة. وأفادت مراسلة الحدث بأن مسيرة استهدفت سيارة رباعية الدفع على المسلك الشرقي لأوتوستراد جونيا شمالي بيروت. وقالت مصادر للحدث إن الشخص المستهدف في جونيا شمالي بيروت من البرج الشمالي بصور جنوب لبنان. نزل صواريخ تحت شغلنا، عم بيضربوا على هالسيارة. زلمة ومرته نزلوا هربوا بالحرش. لك صواريخ على الطريق، لحقلها على السيارة عم تضربها. لك لك قتلولها قتلولها الزلمة، رجعوا صمتوا صاروخ ومرته بالحرش. ياه، حد 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 الا بيدور، حد الا بيدور بغزير. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السبت أن مسيرة أطلقت من لبنان استهدفت مقر إقامة بنيامين نتنياهو في قيسارية. وأورد مكتب نتنياهو في بيان أنه وزوجته لم يكونا بالمنزل وقت الهجوم، مضيفا أن الحادث لم يوقع أي ضحايا. جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسيرة قادمة من لبنان أصابت منشأة في محيط مدينة قيسارية وسط إسرائيل من دون أن تتسبب بإصابات، فيما تم اعتراض مسيرتين أخريين. هذا وأظهرت مشاهد متداولة لمسيرة أطلقت من لبنان اجتازت مروحية عسكرية إسرائيلية أباتشي فوق خليج حيفا ماضية إلى هدفها بكل راحة. من القدس تنضم إلينا مراسلة الحدث لنا كل قاسي. لنا أهلا بك، أي تفاصيل إضافية حول المسيرات التي كانت تحاول استهداف خليج حيفا وأيضا المنطقة التي كان يسكن فيها نتنياهو؟ أهلا بك. دعينا فقط نشير إلى العواجل، قبل قليل وردتنا بأن الإسعاف الإسرائيلي تحدث عن إصابة إسرائيليان بجروح طفيفة بعد سقوط صاروخ على مبنى في كريات أتا. حقيقة كان الحديث أيضا عن سقوط صاروخ في مستوطنة شمال حيفا،
أدى إلى حريق وتضرر في المبنى بسبب سقوطه بشكل مباشر على سيارة بالقرب من المبنى كانت تتواجد أو تصف على بالقرب من المبنى. أيضا نتحدث عن المسيرتان التي تحدثت عنهم قبل قليل، قبل 3 ساعات تقريبا. طيب. من أو ساعتين لنا من فقط أود أن تذكرين مرة أخرى بالأخبار العاجلة التي أورتها لنا. إسرائيليان اثنان أصيبوا بجروح طفيفة بعد سقوط صاروخ على مبنى في كريات أتا. نعم، في كريات، هذه هي كريات أتا، هذه هي آخر الأخبار التي وردتنا في الشمال. وبالتالي نتحدث عن أيضا 3 حالات هلع بسبب طبعا السقوط هذا الصاروخ في مبنى كريات أتا. دعينا أيضا نشير إلى موضوع المسيرات التي كانت قد أطلقت من الجنوب اللبناني. اللافت اليوم أن هذه المسيرتان أطلقا بنفس التوقيت ولكن لأهداف مختلفة. الهدف الأول كان على ما يبدو يحاول استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو مقر منزله الخاص في قيسارية. أيضا المنطقة الأخرى التي حاول استهدافها وموقع عسكري تابع للجيش الإسرائيلي. بطبيعة الحال هذا الموقع يعني مهم وحساس بالنسبة للإسرائيليين لأنه يتواجد فيه تحديدا معسكر جليلوت، وهذا المعسكر يتواجد فيه أيضا وحدة 8200، هذه الوحدة التابعة للاستخبارات الإسرائيلية، وبالتالي أيضا يتواجد موقع للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي. يتم وصفه في بعض الأحيان بأنه هو أعين أو أحد الأعين لدى إسرائيل على الجبهة الشمالية. تستطيع من خلال هذه الوحدة التجسس بكثير من الأماكن على الجبهة الشمالية، لذلك هو موقع مهم وحساس للجيش الإسرائيلي. نعم. واستهدافه، ولكن هذه المرة أيضا يعني كان هناك على ما يبدو خطأ في تحديد موقع هذه المسيرة، لأنه أيضا مروحية عسكرية كانت تحاول أن تبحث عن هذه المسيرة ولكن المسيرة كانت قد مرت بجانب هذه المروحية دون أن تلاحظها المروحية العسكرية. في هذا الوقت القصير هل برر الجيش الإسرائيلي لماذا مرت المسيرة بهذه الأريحية واجتازت المروحية الإسرائيلية؟ يعني بطبيعة الحال عندما يكون مثل هذه الأخطاء الحساسة الجيش الإسرائيلي يقوم على الفور بفتح تحقيق لبحث الأسباب التي أدت إلى مرور هذه المسيرة بهذه البساطة نوعا ما، ولكن على ما يبدو أن حزب الله الآن يعني يستخدم تكتيكات معينة تستطيع أن يعني تستغل الفجوات في الدفاعات الجوية أو حتى في النظام الدفاعي أو الصواريخ الذي هو بطبيعة الحال القبة الحديدية تستطيع من خلالها إسقاط هذه المسيرات أو حتى الصواريخ، ولكن ربما هناك خطأ معين قد حدث أدى إلى استغلال حزب الله هذه الثغرة أو هذا الخطأ لتتمكن المسيرتان الاثنتان من الوصول إلى موقعهم. ولكن صفارات الإنذار في قيسارية مثلا كانت قد دوت في آخر لحظات، يعني قبل فقط أن يتم استهدافها من قبل الطائرات الجوية. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات من القدس، مراسلة الحدث لانا كلقاصي. وينضم إلينا من جونيا موفد الحدث إبراهيم فتفت. إبراهيم أهلا بك معنا، أي تفاصيل إضافية استحصلت عليها بخصوص الهجوم الإسرائيلي في هذه المنطقة، وهل رشحت معلومات عن هوية المستهدفين؟ مرحبا روناك مجددا، لا معلومات جديدة حول هوية المستهدفين، كل ما نقلته في الرسالة السابقة ما زالت المعلومات على حالها. المسيرة الإسرائيلية استهدفت بثلاث صواريخ تلك السيارة على 3 دفعات، الصاروخ الأول لم يصب تلك السيارة إنما أصاب الطريق العام وتضررت بعض المحلات التجارية كما نقلنا في رسائل سابقة. الاستهداف الثاني أدى إلى استهداف السيارة لكنها لم تنفجر، أدى إلى تضررها، فسارع الشخصان إلى
الفرار من تلك السيارة، تركاها إلى جانب الطريق واتجه باتجاه جانب الأوتوستراد، فاستهدفتهما المسيرة بصاروخ ثالث أدى على الفور إلى مقتلهما. هذا فيما يخص الاستهداف الإسرائيلي. لكن في هذه الأثناء استضيف من هنا عبر الحدث محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرة للحديث أكثر عن ملف النازحين في الشمال، سواء من البقاع أو من الجنوب أو من ضاحية بيروت الجنوبية، وأيضا عن المساعدات التي ترسلها المملكة العربية للسعودية، إذا كان هناك تنسيق بين المحافظة وما هي الحاجيات وكل الضروريات التي تلزم لإغاثة النازحين. في هذا البث المباشر أهلا بك سعادة المحافظ. عبر الحدث هل لك أن تصف لنا صورة النازحين في الشمال؟ نعرف أن العدد مقارنة مع بيروت ومحافظة جبل لبنان يمكن أقل من ناحية العدد، لكن الاحتياجات كثيرة والمهمة صعبة، كيف تعملون الآن؟ يعطيكم العافية. وفعلا الأعداد كبيرة بمنطقة الشمال، لأنه بمنطقة الشمال بعدها منطقة نسبيا آمنة نوعا ما بالنسبة للي عم نشوفه، ولكن أكيد مش رح تكون قد جبل لبنان وبيروت لأنه أقرب على مناطق النزوح، ولكن عنا أعداد، عنا تقريبا 130 مركز إيواء بمنطقة الشمال، عنا أعداد كتير كبيرة، عنا ما يقارب 15,000 نازح، وما زالنا عم نستقبل نازحين. هودي ضمن مراكز الإيواء. خارج مراكز الإيواء أكيد على الأعداد أكبر بكتير، عنا ما يقارب 55,000 نازح خارج مراكز الإيواء. الاحتياجات أستاذ كتير كبيرة، مثل ما بتعرف النازح بيخسر شغله، بيخسر مكان إقامته، بيخسر عنده عائلة، أكيد نحن واجباتنا نأمن له احتياجاته، وخاصة داخل مراكز الإيواء. خارج مراكز الإيواء بيضلوا يمكن أكتر يقدر يدبر حاله نوعا ما، بس كمان عندنا مسؤولية تجاهه نقدر نأمن له بعض الحاجيات، ولكن داخل مراكز الإيواء الحاجيات كتير كبيرة، وخاصة في مناطق المنيا الضنية صغارتها. وبنشكر نحن كل المنظمات يلي عم تساعد بهالإطار هيدا، وخاصة اليوم مثل ما تفضلت حضرتك مركز الملك سلمان يلي عم بيقدم لنا الهبات السخية، ومش أول مرة المملكة العربية السعودية بتوقف حدنا مشكورة بكل أزماتنا، وأكيد هالمرة كمان وقفت حدنا، ونحن شكر كتير كبير لكل القيمين بالمملكة العربية السعودية ولها الهبة السخية اليوم يلي مقدميننا إياها لكل مراكز الإيواء بمنطقة الشمال. بهذا الخصوص تحديدا، هل هناك عدد كافي من مراكز الإيواء لتأوي هذا العدد الكبير من النازحين، خصوصا أننا ما زلنا في عمق الحرب وفي بداية الحرب كما يقول محللون؟ هل هذه المراكز المتوفرة ما زالت تستوعب هؤلاء النازحين أم أنها امتلأت بشكل كامل؟ بالمبدأ لا، يعني اليوم صرنا عم نحكي أنه امتلأت، نعم، ما يعني ما بقى قادرين نستقبل كتير، لا يعني من جمعة لورا كان عندنا أماكن كتيرة، ولكن من بعد ما أنا أعلنت أنه عنا أماكن للأسف امتلأت هذه الأماكن، إجوا كتير ناس وعبوا كل الأماكن مراكز الإيواء. عنا ما يقارب 133 مركز إيواء من مدارس وغير مدارس، مبدئيا امتلأت. عم نشوف هلا، عم نبحث مع وزارة التربية ومع اللجنة المركزية للطوارئ في انه نقدر نستحدث مراكز جديدة، يعني لا سمح الله كان في توسع للعدوان او موجة نزوح جديدة، يعني نكون نقدر نستوعب هذا الموضوع، لانه حاليا يعني اذا بده يجينا نازحين يعني فينا نقول 98% في امتلاء بمراكز. ماذا عن الوضع الأمني لتلك المراكز؟ هل هناك ضبط، خطة أمنية لضبط المخالفات أو ربما الاحتكاكات التي من الممكن أن تحصل؟ أكيد نحن عملنا مجلس أمن فرعي بتوجيهات من معالي وزير الداخلية والبلديات يلي نحن على اتصال معه كل يوم وكل ساعة بأي مشكلة وبأي موضوع بخص النازحين، ومشكورة وزارة الداخلية واعية على طول على هالموضوع هيدا، فنحن ضابطين الأمن بكل مراكز الإيواء، ونحن مبدئيا منعنا الشعارات الحكومية
الحزبية، وهذا شيء كتير مهم لأنه بدها تخلق حساسيات بين النازحين وبين السكان المحليين. بتعرف أنت يعني في حساسيات من إن كان سياسية أو إن كان طائفية نحن بغنى عنها، وكمان منعنا من ناحية تانية الظهور المسلح، لأن حضرتك بتعرف الظهور المسلح اليوم من ناحية ممكن يشكل حساسيات ومشاكل ما بين النازحين والسكان، ومن ناحية تانية ممكن يشكل هدف للعدو الإسرائيلي أنه يستهدف لا سمح الله حدا بهالمراكز أو حد المراكز. لذلك المظاهر المسلحة ممنوعة منعا باتا، والشعارات الحزبية والصور كمان ممنوعة منعا باتا. المشاكل بعد ما ضبوطة نوعا ما، إن شاء الله ما تطول هالأزمة، لأنه بتعرف حضرتك بس تطول يعني الضبط بصير أصعب. لحديت اليوم مبدئيا قادرين نضبط، والقوى الأمنية موجودة، الجيش اللبناني موجود، الأمن مضبوط بشكل كامل لحديت اليوم، ما عدا بعض المشاكل الفردية يلي بتصير وما كان عم تحكي بألاف النازحين، يعني بدك تحكي بمشاكل فردية، بس مشاكل بشكل عام لا ما في. شكرا جزيلا سعادة محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرة. إذن روناك، هذا هو ما أدلى به محافظ الشمال للحدث. سنكون خلال ساعات النهار بتغطية متواصلة لمواكبة شحنات المساعدات التي ما زالت تتدفق إلى لبنان عبر الجسر الجوي الإغاثي الذي أطلقته المملكة العربية السعودية منذ حوالي الأسبوع حتى هذه الساعة. منذ قليل وصلت طائرة سابعة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تحمل عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والدوائية وأيضا الإيوائية بكل ما تتطلبه هذه المرحلة لإغاثة النازحين والمتضررين من الحرب على لبنان. هذا كل شيء روناك، أعود إليك مجددا في ساعات لاحقة. إذن سنتابع معك لاحقا أي تطور أو جديد حتى اللحظة. شكرا جزيلا من جونيا موفد الحدث إبراهيم فتفت. من رام الله ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي أحمد زجرنا. سيد أحمد أهلا بك معنا. إذن استهدافات باتجاه إسرائيل جديدة من حزب الله، هذا التصعيد الذي تقوم به إسرائيل في شمال قطاع غزة وفي لبنان كيف سينعكس على إسرائيل؟ هل نتوقع زيادة في عدد هذه الاستهدافات أم ماذا؟ صباح الخير عليك روناك وعلى مشاهدينك. حقيقة هذا هو عدم الاستخدام الأمثل لفائض القوة، وعادة حينما تستخدم فائض القوة ولا تأتي بنتائج وهي النتائج الأمنية، ينعكس هذا الفائض على الجبهة الإسرائيلية بالعجز الأمني، وهذا ما نشهده ونراه على الجبهة الشمالية على سبيل المثال. وهذه المسيرات التي استهدفت اليوم موقعين في غاية الأهمية، مواقع عسكرية وموقع إقامة ومنزل نتنياهو الشخصي، وهذا يعني أن هناك تفوق استخباراتي لصالح حزب الله وإخفاق استخباراتي من جهة الجبهة الإسرائيلية. في الجبهة الأخرى جبهة الجنوب هناك حالة استبسال في الشمال، شمال قطاع غزة، ولذلك نجد الاستهدافات بدأت تتوسع في شكل مجنون، ينزع عن الفلسطيني الصفة الإنسانية ويوجه ضربات وحشية، وهذه الضربات الوحشية نجدها اليوم. جاءني قبل قليل 4 شهداء على مصلحة مياه، استهداف مصلحة مياه في جنوب قطاع غزة في مدينة رفح، 8 شهداء في الوسط وشهيد في شمال غزة. هذا بيعني هذا التوزيع الجغرافي بيعني أن هناك قصف عشوائي، وجميع هؤلاء تقريبا مدنيين. إن عدنا لما يسمى أو ملخص ما يسمى بخطة الجنرالات، سنجد في أن الفقرة الأولى أو العنصر الأول والثاني، القيام بعملية عسكرية كبيرة بكثافة نارية كبيرة تهدف إلى تصدير الرعب لحوالي 300 ألف من الفلسطينيين. رقم البند الثاني هو الفرض حصار كامل وشامل على شمال القطاع على وجه التحديد، وهذا ما صدرت فيه وزارة الدفاع الأمريكية والخارجية الأمريكية تحذير بأن لإسرائيل بأن هذا يتنافى مع القانون الدولي. أعتقد
أن نتنياهو إسرائيل نتنياهو تستطيع أن تقتل آلاف الفلسطينيين اليوم في غزة، وربما الآلاف أيضا في جنوب لبنان، ولكن ستكون هذه انتصارات تكتيكية ستكون على حساب الأهداف الاستراتيجية لدولة الاحتلال، خاصة أن المنظومة الدولية، وقد رأينا هذا الاشتباك السياسي بين ماكرون ونتنياهو مؤخرا في على المستوى السياسي، هذا يقول بأن هناك تحولات بدأت تأخذ مجراها. السعودية، المملكة العربية السعودية اليوم تقود حالة عربية مهمة جدا، ولديها فرصة مهمة جدا لوقف هذه المقتلة في الشرق بأكمله وليس فقط في فلسطين. طيب، أشرك معنا أيضا في النقاش والتحليل من بيروت الكاتب الصحفي أسعد بشارة. سيد أسعد، أهلا بك معنا. رغم التحفظات الدولية لاستهداف إسرائيل لبيروت، هي الاستهدافات تستمر بين الفينة والأخرى، إلى ماذا تسعى إسرائيل؟ إسرائيل تمارس حربا من دون ضوابط أو قيود أو خطوط حمر، وهذه الحرب جاءت بعد 10 أشهر من ما سمي حرب الإسناد التي بدأها حزب الله صباح 8 تشرين، والتي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية عبر أموس هوكستين موفد الرئيس الأمريكي في زيارات متتالية لبيروت وتل أبيب أن توقفها من دون أن تنجح. وبالتالي الانتقال الآن بعد حرب غزة إلى ممارسة أقصى أنواع التصعيد العسكري، يعني الحرب ما كنا يعني نحذر منها، أي الحرب المفتوحة التي هي بدون ضوابط، هي تمارس الآن. فبالتالي من غير المفاجأ أن يكون هناك استهداف لعناصر ومسؤولين في حزب الله بعد أن وصلت إسرائيل إلى اغتيال رأس الهرم أمين عام حزب الله وسائر القيادة الأمنية والعسكرية والسياسية للحزب. هناك تصعيد يستمر وسيستمر لفترة طويلة وطويلة جدا، لا يستبعد أن يكون مشابها لل 11 شهر أو 12 شهر التي مورست بها الحرب يعني العنيفة والوحشية على غزة. طيب سيد أحمد، خطة الجنرالات التي أشرت إليها حضرتك قبل قليل، والتي على ما يبدو أن إسرائيل تحاول تطبيقها في شمال قطاع غزة من خلال تفريغه من ساكنيه، هل بإمكان المجتمع الدولي الذي عجز عن إيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من عام أن يوقف هذه الخطة؟ للأسف أقول لك لا، ما لن يوقف هذه الخطة، وهذه الخطة بدأت بالفعل، وهناك بدأت عملية نزوح فعلية لمئات، لا أقول آلاف، ولكن لمئات من الفلسطينيين من الشمال جراء هذه الضربات المستمرة. على أقل تقدير نحن نتحدث عن 72 ساعة الأخيرة، لم تتوقف الضربات في شمال غزة ولو ساعة واحدة، وهذا لا يمكن أن يطاق في أي مكان حول العالم، خاصة وأنت تتحدثين عن مدنيين. الإشكال الأكبر بأن محاولات إسرائيل تستهدف المدنيين، بمعنى هناك استبسال من حركات المقاومة ولا تجد هؤلاء كي يعني تستهدفهم، لربما يستهدفون شخص هنا أو اثنين هناك، ولكن بالشكل الإجمالي يعني يمسون بالمدنيين. ويوم أمس استهدفوا مشفى الأندونيسي، واليوم استهدفوا مشفى كمال عدوان، وهذا يعني يشير ويعطي دلالة حقيقية بأن المستهدف هو المدني الفلسطيني، ونزع هذه الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وبالتالي المنظومة الدولية باتت عاجزة. نعم هناك ضغوطات هائلة على الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، هناك يعني تحولات على الجبهة الفرنسية قد شاهدناها بشكل واضح وصريح، ولكن لم تؤتي ثمارها وأكلها على الأرض بوقف هذا الجنون وهذه الحرب التي باتت منتشرة ليس فقط على الساحة اللبنانية أو الفلسطينية، ولكن نحن نترقب ضربة إسرائيلية لإيران. وأنا أعتقد أيضا بأن جزء مما يحدث على الجبهة الشمالية من جنوب لبنان هو صراع إيراني إسرائيلي، وإن كانت الأدوات والأذرع هي لبنانية، بمعنى هناك قرار صرح عنه
عنه بايدن بأن قرار ضرب إيران وموعده أصبح لديه، وهذا يقول بأن إيران أيضا تريد إرسال رسالة بأننا نستطيع الوصول إلى أماكن استراتيجية وعسكرية وحتى إلى بيتك الشخصي، ولدينا أسلحة دقيقة. وبالتالي هذا التصعيد الذي تشهده المنطقة، السبب الأساسي فيه هو شخص نتنياهو وهذه الحكومة المتطرفة وهذا العجز الدولي والإقليمي للأسف. سيد أسعد، التصعيد الإسرائيلي في شمال غزة، هل سيزيد من التصعيد حزب الله تجاه الجيش الإسرائيلي في لبنان ضمن نطاق جبهة المساندة لغزة، وبالتالي فرص التوصل إلى وقف للحرب في لبنان وتطبيق المسارات التي تسعى إليها الحكومة اللبنانية الآن ستكون أعقد؟ عمليا حزب الله فصل نفسه عن جبهة غزة عندما قبل بوقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار من دون الربط مع غزة يعني انتهاء جبهة المساندة. الآن حزب الله هو يصب كل جهده لرد الهجوم الإسرائيلي البري على وجه التحديد، ولاستيعاب الضربات الكبرى التي تلقاها منذ يعني الاغتيالات والاجتياح الجوي وقصف مخازن الصواريخ والسلاح. الورقة الأهم بالنسبة لحزب الله هي الدفاع البري بوجه الجيش الإسرائيلي، وهو قادر لا يزال يملك الإمكانات على إطلاق الصواريخ والمسيرات بشكل يومي على شمال إسرائيل وربما أبعد عفوا. وبالتالي انفصلت في جبهة الممانعة، في محور الممانعة انفصلت عمليا غزة عن جنوب لبنان. يعني لم يعد باستطاعة حزب الله التمسك بالربط مع غزة، ولكن المفارقة هنا وهذا أمر يعني يجب التوقف عنده، أن إسرائيل ألمحت إلى أنها هي من تطبق وحدة الساحات بالنسبة لها بين غزة وجنوب لبنان، أي أنها إذا ما كانت تريد التفاوض على تخفيف التصعيد في لبنان هي تشترط لهذا الأمر تربطه بالإفراج عن الأسرى، بالمساعدة على إفراج الأسرى لدى حماس. وهذا أمر يعني يعطي المشهد انطباعا بأن الحرب بدأت بشروط معينة وبمعايير، وهي تسير بمعايير مختلفة تماما. الأهمية بالنسبة لحزب الله الآن هو أن لا تستطيع إسرائيل فرض شروطها من خلال التصعيد العسكري، وأن يصمد ويقول في اللحظة الأولى لانتهاء الحرب أو لتطبيق وقف إطلاق النار لم أنسحب من جنوب الليطاني، لم أسلم بعملية إقفال المعابر، لم أسلم بعملية وقف إطلاق الصواريخ. هذا ما يهم حزب الله بغض النظر عن الخسائر البشرية، بغض النظر عن الدمار الاقتصادي للبنان. التارجت يعني الهدف الأساسي للحزب هذا هو غزة، تنفصل عن حماس، تنفصل عن حزب الله، هي تتلقى أيضا خسائر بفعل اغتيال كبار قادتها وآخرهم يحيى السنوار، واستمرار المعارك واستمرار الاغتيالات واستمرار الاقتحامات، والجنوب ينفصل عن غزة. نعم. طيب، إلى السيد أحمد مجددا، إيقاف الحرب في لبنان إذن من قبل إسرائيل بإعادة الرهائن، كيف برأيك ستتعامل حماس مع هذا الشرط؟ هل سترد الجميل لحماس، هل سترد الجميل لحزب الله الذي ساندها طوال تقريبا عام مضى؟ لا، الأمر ليس هكذا كما تفضل السيد أسعد. يعني منذ اللحظات الموافقة من قبل حزب الله بوقف إطلاق النار وعودة كلمة عودة المستوطنين إلى الشمال، وهذه استخدمها نعيم قاسم بالحرف، هذا يعني فصل الساحتين. ولكن المفارقة هي الإشارة التي أشار إليها السيد أسعد، والتي تدلل وتؤكد بأن نتنياهو هو من يريد الاستمرار في هذه الحرب. ولذلك منذ فترة، وأنا أسميها حرب زاحفة بأهداف متدحرجة، ولذلك هو نجده يضع الكثير من الأهداف في كل مرحلة من المراحل. ولكن على صعيد حركة حماس، حقيقة الأمر أنها تقف على مفترق طرق صعب وخطير، وهو امتحان صعب. إما أن تستمر بالسلوك الذي هي عليه بالتحالف مع المحور والتحالف مع إيران، وإما أن تستفيد من الحراك
الدبلوماسي والدولي الضاغط على الدولة الإسرائيلية، وتحاول أن تعود إلى الحاضنة الرسمية الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطيني، وقطع الطريق على نتنياهو وشركائه حول العالم. خاصة أن هناك في الإقليم حراك دبلوماسي مهم تقوده المملكة العربية السعودية، وأعتقد بأن هناك 4 لاعبين بالإضافة إلى المملكة يجب أن ينخرطوا في هذه العملية، هم قطر ومصر والإمارات وتركيا، لمثل هؤلاء أوزان مهمة سواء في العلاقة مع الإسرائيلي أو مع الأمريكي أو مع حركات المقاومة وتحديدا حركة حماس. اليوم على السعودي أيضا، على المملكة العربية السعودية، أن تعود إلى سابق عهدها في العلاقة التاريخية مع لبنان، أن تمد يد العون على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي، وتبدأ أن تحتضن وتعود بلبنان إلى الحاضنة العربية. وكذلك عليها أن تحتوي حركات المقاومة تحديدا حماس، وتدفعها لأن تصبح حركة سياسية. هذا الفعل يمكن أن يخلق ما يشبه مشروع عربي موازي للمشروعين الموجودين من قبل ما يسمى بالمحور ومن قبل إسرائيل، بمشروع عربي يمكن أن يقوم على فكرة لكن بالبداية يجب أن يكون مدعوم من الداخل اللبناني. سيد أحمد، ألا تتفق مع هذا الطرح؟ من هو المدعوم من الداخل اللبناني؟ أنا أقصد المشروع الذي تتحدث عن حضرتك، تشير حضرتك إلى أنه يجب أن يكون من الخارج بمشاركة المملكة العربية السعودية وغيرها من الأطراف الساعية، لكن ألا تجد أن القرار هذا يجب أن ينبع من الداخل اللبناني أولا؟ لا، هو يجب أن يكون هناك قرار لبناني لا شك، وقرار فلسطيني أيضا، لأن الفلسطيني واللبناني عليهما مسؤولية كبيرة يتحملاها في هذه الآونة. نحن أمام مرحلة خطيرة لا تتوقف لا عند حزب الله ولا عند حماس. المستهدف لا هو حماس ولا هو حزب الله، المستهدف هو الشعب الفلسطيني، والمستهدف هو إعادة احتلال جنوب لبنان باختصار وبشكل واضح وصريح. هذا الرجل المجنون الذي يعني يقود الدولة الإسرائيلية، لديه حكومة متطرفة، ولدينا نظام دولي عاجز. علينا أن نتعامل بلغة المصالح. المملكة العربية السعودية لديها مشروع هي أعلنت عنه بأنها تقود اتحاد دولي لإقامة الدولة الفلسطينية، وتاريخيا كانت لديها علاقات مميزة وفريدة من نوعها مع الحكومة اللبنانية، وقادرة على لعب دور مهم في هذا السياق. اسمحوا لي أشرك معنا في الحديث أيضا من بيروت، ينضم إلينا العميد الركن المتقاعد يعرب صخر، الباحث في شؤون الأمن القومي. سيادة العميد، أهلا بك معنا. رغم الاستهدافات التي وصفتها إسرائيل بالموجعة لحزب الله، سواء على صعيد القادة أم على صعيد المخزون العسكري، إلا أنه اليوم نشهد هناك استهدافات عالية المستوى، استهداف لمنزل نتنياهو واستهداف لمنشأة عسكرية. كيف تقرأ هذا ما يحدث الآن؟ مستمعين ومشاهدين، حزب الله الآن يحارب بآخر أسلحته، هذا ليكن بالواقعية معلوما، حيث أن إسرائيل قد بالأيام المنصرمة قد استطاعت أن تفرض أن تكسر توازن الردع وتوازن الرد، وأصبح لصالحها بنسبة عالية كبيرة. هي ضيقت على حزب الله عبر الحدود بحرا وجوا وبرا، وتقطع عنه الإمدادات رويدا رويدا، وهو يصرف من مخزونه صحيح، وهي تستهدف ما أمكنها مستودعات وإمكانات وذخائر وصواريخ. فإذا فعلا بالمنطق بالواقعية المخزون يقل وهو يصرف من مخزونه، إذا هو يحارب بآخر أسلحته، وإسرائيل تحشره فقط في ساحة الجنوب بعد أن ضربت مركز القرار في الضاحية الجنوبية، ونعرف ما هو مركز القرار، وهو المركز المعنوي والديني والثقافي والمؤسساتي والمالي، حتى ضربت كل شيء وقطعت أوصاله وقطعت خطوط أمداده، وهو فعلا تحت الحصار الشديد. تحشره الآن في الجنوب، ونتنياهو أعلن
أنه مستعد أن يحارب على 7 جبهات، وأضاف إليها الجبهة الثامنة وهي إيران ويحضر لها. كل الردود الفعل من إن كان من حماس أو من حزب الله هي ردود فعل يريدها نتنياهو. يعني لماذا؟ نراهن لازم لماذا يريدها نتنياهو سيادة العميد هذه الردود العسكرية؟ لأن نتنياهو يعيش على الحرب، وهذه الحكومة المتشددة بالإنجازات التي حققتها والنجاحات التي أرستها تريد أن تستغل، وهذا اسمه باللغة الاستراتيجية استثمار النجاح. هل تتوقعين من إسرائيل بعد أن بلغت ما بعد 50% من نجاحاتها أن تتوقف مكتوفة الأيدي أو تتراجع إلى الوراء؟ هي سوف تستغل ظرفها. طيب، لكن حتى النهاية خصوصا من الناحية العسكرية أسأل حضرتك. أوكي. جيش إسرائيلي قيل إنه أنهك في حرب غزة لأكثر من عام، ما مدى قدراته العسكرية الآن لمواجهة جبهة الجنوب؟ هناك ضربات مرتقبة على إيران، لا يعلم الرد الإيراني كيف سيكون على إسرائيل. ما مقدرة إسرائيل على مجابهة كل هذه الجبهات؟ وهل فعلا يمكن القول إن الجيش الإسرائيلي منهك بعد عام من الحرب في غزة؟ سيدتي، إسرائيل بعد أن اهتزت عقيدة التفوق عندها وعقيدة الوجود بفعل 7 أكتوبر هي غيرت عقيدتها العسكرية. كانت تقوم على 4 ركائز: الحرب الاستباقية والوقائية ونقل المعركة إلى أرض الخصم والحروب الخاطفة، تركيزا على الحروب الخاطفة بفعل اهتزاز وجودها وهاجسها لترسيخ أمنها للعقود القادمة وليس السنوات. هي غيرت عقيدتها إلى من حروب خاطفة إلى حروب مهما طال الزمن، وقد سخرت كل إمكانياتها الاقتصادية والعسكرية والبشرية والاجتماعية وعلى كل المستويات في خدمة العسكر، خصوصا أن إسرائيل من خلفها ومن ورائها تتصل بكل الإمدادات ولا ينقطع عنها المدد نهائيا من رغيف الخبز حتى أحدث الطائرات وأحدث التقنيات. يعني هي تحاصر أخصامها لكن المدد عندها مفتوح على جميع الجهات، وخصوصا أنا قلت لك لماذا يريده نتنياهو، لأنه أو الإسرائيلي عادة ما كي يستدر العطف العالمي يصور خصمه أنه غولا ويصور أنه أن هذا الخصم يريد أن يبتلعه ليستدر العطف العالمي وكل العالم يكون معه. فإذا هو يتمتع بمستند قوة يريد أن يستغله، ولا تنسي الحشود العسكرية الموجودة الآن في المنطقة وهي مستند قوة كذلك مهم، لكن إسرائيل عندها كل الإمكانيات. نحن نفكر كما يفكر العدو. طيب، وعلينا كي نستنتج ونصل إلى لأنقل هذه الفكرة للسيد أسعد. اسمح لي سيادة العميد، سيد أسعد العميد يعرب يشير إلى أن نتنياهو يريد استمرار الحرب لتحقيق مزيد من المكاسب. ما خيارات الحكومة اللبنانية الآن لإيقاف هذا المسعى الإسرائيلي من نتنياهو؟ تحية للعميد يعرب صخر ومجدد تحية للأستاذ أحمد أيضا. يعني في السياق نفسه أنا أريد أن أقول أنه اليمين الإسرائيلي على صعوبة ما حصل في 7 تشرين الذي كاد يسقطه وعاد ويعني نظم حملة تضامن لدى الرأي العام وتعبئة كبيرة وإعادة تأهيل للجيش وتعبئة للجيش وتصويب الحرب باعتبارها حرب وجودية، على الرغم كل هذه التحديات التي واجهت هذه تلك الحكومة وسط المشاكل التي كانت تحيط بنتنياهو، المشاكل السياسية وأزمة المحكمة العليا في إسرائيل وغيرها، فإن هذا المسار أسهل بكثير عليه كما يتفضل العميد وكما قال الأستاذ أحمد، أسهل بكثير عليه من مواجهة مشروع
اعتدال واضح عربي يدعم قيام دولة فلسطينية. ما يريد اليمين الإسرائيلي عدم رؤيته على الإطلاق هو وجود مفاوض فلسطيني مدعوم عربيا ودوليا. ما يريد تفاديه هو أن يعود شبح إنشاء دولة فلسطينية الضفة وغزة والقدس حدود 67 ونزع الاستيطان وإعطاء الشرعية لهذه الدولة لكي تكون دولة طبيعية. وبالتالي اليمين الإسرائيلي يرى من زوايا عدة أن ما تقوم به إيران يشكل نوعا من مصلحة معينة. هلأ اليوم اختلفت المعايير بعد 27 بالتأكيد. هناك معركة كسر عظم تريد إسرائيل أن تقطع تأثير أذرعة إيران التي تهددها. لماذا؟ لأن إيران اعتقدت أنها لم تتجاوز الخطوط الحمر بدعمها عملية 27 وتخطيط بدعمها التخطيط لعملية 27 وتنفيذ عملية 27 عبر دعم حماس وبدعمها حرب المساندة وقرارها بفتح حرب المساندة. لكن إسرائيل اعتبرت أن هذا الأمر تخطى كل الخطوط الحمر. ولهذا نحن نرى أن هناك انتقالا من توجيه الضربات كما كان يحصل منذ العام 2008 في غزة، 2008، 2011، 2014، 2018، 2021 إلى شن حرب شاملة. بالتالي نحن الآن في مرحلة مختلفة تماما. بالنسبة للبنان، ماذا على الحكومة اللبنانية أن تفعل؟ الرئيس نجيب ميقاتي خطى خطوة الألف ميل، وهي خطوة بالتأكيد شجاعة للفصل ما بين وجود مفاوض لبناني رسمي على الأقل يمتلك مقومات الحد الأدنى لكي يحقق المصلحة اللبنانية في وقف الحرب وتنفيذ القرارات الدولية وضبط الحدود وإقامة منطقة آمنة جنوب الليطاني ونشر الجيش وحده على الخط الأزرق. هذه الخطوة الألف ميل يفترض أن تتطور إلى أن يصبح هذا التفاوض يتم عبر الحكومة اللبنانية وعبر الرئيس نجيب ميقاتي حصرا من دون أن يخضع من دون أن يأتي عباس عرقجي ليفاوض باسم لبنان أو قليباف ليتحدث بصلف ووقاحة عن أن هناك تفاهما مع فرنسا أو تفاوضا مع فرنسا على تطبيق القرار 1701. هذه الأحداث يجب أن تقنع إيران بأن مرحلة جديدة بدأت وبأن المفاوض الرسمي اللبناني هو الوحيد المكلف بأن يفاوض وأن يحقق مصلحة لبنان قطعا للطريق على استمرار المسرح الإيراني المسرح اللبناني الذي ترعاه إيران الذي بالنيابة عنها يدفع الأكلاف والأشلاء والاقتصاد ويهدم فرص وإمكانات بناء المستقبل في لبنان. طيب بالحديث عن الفرص سيد أحمد، بايدن حث نتنياهو على انتهاز الفرصة الآن وهذا التوقيت تحديدا بعد اغتيال السنوار لإبرام صفقة لإعادة الرهائن، صفقة مع حماس وإحلال السلام بحسب وصفه. هل سيستغل نتنياهو فعلا هذه الفرصة أم حضرتك ستتفق مع الطرح السابق بأن نتنياهو ماضي في سياق الحرب وإن تمت الصفقة أم لا كيف ستنعكس على المنطقة؟ طيب سريعا، بايدن والإدارة الأمريكية ضعيفة حقيقة الأمر، لم تستطع أن تجبر نتنياهو على أي شيء طيلة عام كامل ولن تستطيع في اللحظات الأخيرة لا في الربع ساعة الأخير. ولكن هناك أربع نقاط يجب أن نتوقف أمامهم سريعا. الأول، يجب أن نعترف مع التحية للعميد يعرب كان يتحدث عن 7 أكتوبر. علينا أن نتذكر أنه في 13 من شهر أيلول 2023 رفع نتنياهو في الأمم المتحدة خارطة الشرق الأوسط الجديد. هذه الخارطة التي تقول بأن تصبح إسرائيل مركز اقتصادي أساسي في المنطقة وعسكري أمني مرتبط مع المصالح الغرب الأطلسي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية فيما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد. هذا اعتراف ما قبل 7 أكتوبر. هذا يعني بأن هناك مخططات، فإن كان هناك 7 أم لم يكن هناك مخططات. هذه رقم واحد. رقم اثنين، في 7 أكتوبر طيب. سواء كانت مؤامرة أو مغامرة. فقط اسمح لي سيد أحمد، يعني قطعت حضرتك في النقطة الثانية، أشير إلى هذا الخبر العاجل، انتشار أمني حول منزل نتنياهو في قيسارية بعد محاولة استهدافه بمسيرة من لبنان، ونتابع هذا الفيديو مشاهدينا على الشاشة الذي صور مباشرة إذن هذه مشاهدينا يوضح الانتشار الأمني حول منزل نتنياهو في منطقة قيسارية بعد محاولة استهدافه بمسيرة من لبنان.
رقم اثنين أكمل؟ طيب فقط ثوان نتابع يا سيد أحمد، اسمح لي هذه المشاهد من قيسارية. إذن انتشار أمني يعني لا يبدو أنه كبير، هو مش موجود في البيت، هو متخبي في مكان تاني في القدس، يقال يعني في القدس نعم، يقال نعم. عند صاحبه اللي عنده فيلا فيها مخبأ ضد النووي، ما علينا. نعم. طيب. خلينا كمان عشان تفضل النقطة الثانية. نعم. هذا مرتبط، هذا المشروع اللي بنحكي عنه بالشرق الأوسط مرتبط بأمر في غاية الأهمية يجب أن نتوقف أمامه. هناك ما يسمى بحرب الممرات في الشرق الأوسط، لم يكن هباء منثورا ما يجري في البحر الأحمر أو خلافه. هناك الممر طريق والحرير الصيني، والذي سيؤثر بالضرورة على مركزية الولايات المتحدة الأمريكية حول العالم، وبالتالي في المقابل هناك الطريق طريق بايدن أوروبا، والذي يستدعيه احتلال شمالي قطاع غزة بالضرورة والاحتمال. لماذا؟ لأن هناك قناة بن غوريون التي تمشي بالمحاذاة، وبالتالي هذا رقم اثنين، وهذه أيضا تعد حرب أمريكية. سنأتي على العلاقة الأمريكية الإسرائيلية ولكن في بند آخر. نعم. رقم ثلاثة وهو المهم، بعد السابع من شهر أكتوبر، سواء كانت مؤامرة أو يعني مغامرة نسميها ما شئنا، فقدت إسرائيل عنصري التأسيس والوظيفة. عنصر التأسيس المرتبط بالتفوق المظلومية، انتهت رواية المظلومية وحتى انتهت رواية التفوق، وفقدت رواية الوظيفة خدمة للمصالح الغربية والغرب الأطلسي بشكل عام والأمريكي بشكل خاص، ولذلك نجد هذا السلاح وهذه الترسانة الأمريكية في المنطقة. نعم. رقم أربعة وهي النقطة المرتبطة بشخص نتنياهو، أشار إليها السيد أسعد، كان لدى نتنياهو إشكالية على الجبهة الداخلية بما يسمى بالإصلاح القضائي، وهذه المرة الأولى التي كان سيزاح من نتنياهو عن الكرسي، وبالتالي لديه مصالح شخصية، يعتقد في نفسه أنه خليفة الملك داود الرجل ولذلك نجد جامعة بحجم أرفق قالت عنه معتل نفسيا، وبهذا المعنى لديه أيديولوجيا، يعتقد بأن هذا الزمن الحالي هو الزمن القادر على تنفيذ هذه الأيديولوجيا. ما هي هذه الأيديولوجيا؟ سيد أحمد، قال عنه ترامب توسيع إسرائيل، يعني الأطماع التوسعية وإقامة إسرائيل الكبرى. طيب تفضل. سيادة العميد، إسرائيل الآن، نتنياهو الآن قادر فعلا على تنفيذ تهديداته واستهداف النووي الإيراني، وإن قام بهذه الخطوة ما أقصى رد يمكن أن يقابله من إيران، وهل سيكون منها مباشرة أم عبر أذرعها في المنطقة؟ أولا أريد أن أسجل أن إسرائيل صورنا كيف تصور نفسها أنها الضحية، لكنها الآن تنتقل من الضحية إلى الجلاد، كلما امتد عنفها المفرط وطالت استهدافاتها وامتدت واشتدت واحتدت، فإذا هي تتحول من الضحية إلى الجلاد ولن تعود تنفع هذه الحجة. طيب هذا أولا، هذا على الهامش. فيما خص السؤال سيدتي، أولا إسرائيل لن تضرب البرنامج النووي، المفاعل النووي، هي سوف تضرب البرنامج النووي. نعم. يعني إذا ضرب المفاعل فهو سيسبب رذاذا شعاعا ذريا في هذا ما ذكرته أنا سيادة العميد، لدي هذه المعلومة وتجاوزتها. نعم نعم، البرنامج وهو ما يحوي من أشخاص وعلماء وتقنيين وأرشيف وحاسوب إلى آخره، هذا سوف ما سوف تضربه. وعندما يقول نتنياهو أن الرد سوف الضربة سوف تكون مؤلمة وموجعة لدرجة أن إيران سوف تعجز عن الرد، أنا سمعت هذا منذ أسبوع أو 10 أيام. فإذا الضربة حاصلة أولا، ثانيا هي قوية، ثالثا هي سوف تطال مرتكزات القوة عند إيران وليس مرتكزات الطاقة العالمية التي تريدها أمريكا، ونعرف براغماتية أمريكا ومصالحها في الشرق الأوسط، سوف تضرب. فإذا بالمباشر مقرات الصواريخ ومستودعات المسيرات، هذه هي السلاح الأمضى عند إيران، وسوف تضرب حزب الله لأنه الذراع الأقوى، السلاحين الأقوى عند إيران هو حزب الله ومسيراتها وصواريخها ومقرات الحرس الثوري الإيراني، ولن تضرب. وإذا كانت الضربة غير جدية
سوف تضرب القوات البحرية والجيش الإيراني، لكنها ضربة جدية سوف تضرب المقرات والقيادة والسيطرة وصنع القرار في الحرس الثوري والمؤسسات الرسمية الكبرى التي تعنى بالشأن والهواجس الأمنية والمؤسساتية والعسكرية، وتضرب المقرات الصواريخ البالستية والمراكز صنع المسيرات. هذا ما أراه وهذا ما أظنه، ولست أدري، والله أعلم. طيب، سؤال أخير قبل ختام هذا الحوار للسيد أسعد. أيا كان شكل الرد الإسرائيلي على إيران، ما مقدرة الحكومة اللبنانية الآن على تدارك الوقت وإيجاد حل لإنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، وإبعاد إمكانية أن يكون رد إيران على الضربة الإسرائيلية من خلال حزب الله في لبنان؟ عمليا الثلاثي الذي اجتمع وأصدر بيان ملتزمة بتطبيق 1701، ثلاثي السلطة اليوم بغياب رئيس الجمهورية نبيه بري الأساسي يعني ثنائي جزء من ثنائي أمل حزب الله، ورئيس الحكومة نجيب مئاتي، والنائب السابق وليد جنبلاط. هذا الثلاثي صدر عنه بيان هام جدا، ونحن نرى اليوم أن اثنان من هذا الثلاثي، رئيس نجيب مئاتي والنائب وليد جنبلاط، قد تحركا قدما إلى الأمام في مواجهة السطوة الإيرانية على القرار اللبناني. وبالتالي كلما استطاع هذا الثلاثي وضمن النبيه بري الذي له مصلحة في توسيع هذه الهوامش أن يذهب أبعد، كلما استطاع أن يحمي لبنان، لأن شأن ما بين اليوم بغياب رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة هو المفاوض الرسمي وهو القادر على أن يعني يبتدع أساليب وأن يتمثل ربما بفؤاد السنيورة في العام 2006 الذي كان شارك في النقاط السبع في روما، مؤتمر روما، وشارك في القرار 1701 ونأى بنفسه منذ اليوم الأول عن عملية الخط الأزرق على عكس ما جرى منذ عملية المساندة إلى اليوم. الآن نبدأ برؤية هذا التقدم. طيب، إلى أين سيؤدي؟ وهناك تقدم جديد أيضا، خبر عاجل، تكون اختبار سيد أسعد. حزب الله يعلن قصف منطقة حيفا شمال إسرائيل برشقة صاروخية كبيرة. إذن في خبر عاجل وردنا توا، حزب الله يعلن قصف منطقة حيفا شمال إسرائيل برشقة صاروخية كبيرة بحسب ما وصفها. كل الشكر لضيوف الكرام، من بيروت الكاتب الصحفي أسعد بشار، ومن بيروت أيضا العميد الركن المتقاعد يعرب صخر الباحث في شؤون الأمن القومي والاستراتيجي، وشاركنا أيضا الحوار والنقاش من رام الله الكاتب والباحث السياسي أحمد زجارنا. شكرا جزيلا لكم. ومشاهدينا، في غزة أفادت الوكالة الفلسطينية بمقتل 11 فلسطينيا على الأقل بغارة إسرائيلية على منزل بمخيم المغازي وسط غزة. هذا وصعد الجيش الإسرائيلي من هجومه على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة، حيث قتل أكثر من 33 فلسطينيا على الأقل، وأصيب أكثر من 85 آخرين خلال الغارات التي شنتها على منازل المخيم في مدينة غزة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسل الحدث خضر الزعنون. خضر، أهلا بك، تفاصيل أكثر. نعم روناك، يعني أفدنا الآن من وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بوفاة اثنين من المرضى داخل المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا إلى الشمال من قطاع غزة، وذلك نتيجة حصار المستشفى من قبل الجيش الإسرائيلي وأيضا انقطاع التيار الكهربائي والإمدادات الطبية عن هذا المستشفى. كان سبق ذلك أيضا بتصريح من وزارة الصحة بأن الاحتلال الإسرائيلي يكثف من استهدافه للمنظومة الصحية في شمال قطاع غزة، وذلك بحصاره استهداف المباشر للمستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة خلال الساعات الماضية، وذلك إصرارا منه بإخراج المنظومة الطبية في شمالي القطاع. الصحة أيضا ناشدت كافة المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحماية المنظومة الصحية في قطاع غزة أمام هذه الهجمة الشرسة من الاحتلال الإسرائيلي. هذا يترافق مع عملية عسكرية واسعة يقوم بها
جاء الجيش الإسرائيلي منذ ساعات فجر هذا اليوم هناك في المناطق الشمالية من قطاع غزة، وذلك لليوم 15 على التوالي، حيث زادت هذه العمليات العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي وطالت المنظومة الصحية وخصوصا المستشفيات العاملة في شمالي القطاع، والتي تعرضت لقصف مباشر من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي، وأدى ذلك إلى وقوع إصابات في صفوف المرضى والجرحى وأيضا الطواقم الطبية، ولا زالت محاصرة هذه المستشفيات. أما في بقية المناطق هنا في قطاع غزة أيضا هناك العديد من الاستهدافات، سواء التي يقوم بها الطيران الحربي وحتى مدفعية الجيش الإسرائيلي. كان أبرز هذه الاستهدافات هناك في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حينما استهدفت إحدى الطائرات الحربية الإسرائيلية بصاروخ منزلا لعائلة شناعة، أدى ذلك إلى سقوط 11 ضحية والعديد من الجرحى والمصابين. شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من مدينة غزة، مراسل الحدث خضر الزعنون. مشاهدينا، هذه الساعة الإخبارية انتهت، لكن التغطية مستمرة ومتواصلة لآخر التطورات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على لبنان، وأيضا آخر التطورات في شمال قطاع غزة. دقائق وتلتقيكم الزميلة ضحى الزهيري، إلى اللقاء. صواريخ تحت شغلنا عم يضربوا على هالسيارة، زلمة ومرته نزلوا هربوا بالحرش، لك صواريخ على الطريق لحلاح السيارة عم تضربها، لك لك قتلولا زلمة رجعوا صمتوا صاروخ ومرته بالحرش. ياه، حد إلا بيدور، حد إلا بيدور بغزير. شايفين حاليا كل سكان المنطقة بيحاولوا انه يساعدوا لإخراج من تبقى تحت الأنقاض، تحت أنقاض هذا المنزل المستهدف قبل قليل في مخيم المغازي. منزل مكون من عدة طوابق، هذا المنزل تم تدميره بالكامل.